زياد أبو شعر يكشف سفره مع غيث مروان ولقاء لرين بيوتي ونور ستارز في القرية العالمية. شاهدوا المزيد من التفاصيل. وأعلن نشر اليوتيوبر موفلوكس أنه يعاني من ألم في عينيه، نتمنى له الشفاء العاجل. أحد أغلب المتابعين أن نارين بيوتي كانت متواجدة في القرية العالمية مع أختها شيرين وزوجة خالها سيمن بالأمس، وفي نفس تلك اللحظة قامت بنين ستارز بنشر ستوري من هناك، فهل من الممكن أن يكونوا قد التقيا؟ إذا ما حنربح هاد أو هاد أو هاد بكون اسمي شيرين. لعبي لعبي الله لا يوفق. شو هاد نارين؟ You have boyfriend? No, ma'am, you have boyfriend. قامت بالأمس عائلة تارين تيوب بنشر فيديو جديد على اليوتيوب، وكان هدف هذا الفيديو ومقلب في المتابعين. وفي هذا الفيديو تحديدا زياد كشف عن سفره إلى سوريا مع غيث مروان. المهم بما أنه صاحبنا فضح الدنيا وأم السوس جابت العيد بالستوري اللي كنا فيها بالسيارة، فحاليا نازلين على المول نشتري كم غرض كرمال هيك شوبينج. بس شوبينج، نحن مو مسافرين أبدا. ما ندري لأن يدرون نحن ما ندري. نازلين نشتري لبس. عم نطلع بغراض للبيت وسلة غسيل. انت ايش عم ضحكي علي؟ صلى زمان بدها تبدي سلة الغسيل. اوكي بس ورجيني لها كبيرة مني، ورجيني بتسع فيها. خلص اوكي. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.